اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. حنا متواجدين كما قلت مدينه الدار البيضاء. شوفوا هذا اغرب مارشي كاين هنا في كازا. المارشي هذا اللي كما كتشوفوا من الفوق جرده، من الفوق ديالو جرده، انتم كما كتشوفوا راه جرده. بالنسبه للواحد اللي يجي هنا راه ما يعرفش بلي راه من تحت هذه الجرده هذه مارشي، ف يا ما يقلب هنا شي مارشي ما غاديش يلقاه، لانه كما كتشوفوا يعني جرده من الفوق، هو كله يعني جرده من الفوق، ولكن من تحت منه من تحت هذه الجرده راه كاين مارشي. هانتوما كما كتشوفوا مارشي راه كاين هنا، يعني هذا المارشي جاي من تحت هذه الجرده هذه اللي كتشوفوا. كيف ما قلت يعني واحد يعني اللي غريب على هذه البلاصه هذه، يعني ماشي ولد الحي هنايا في كازا ما غاديش يعرف باللي كاين هنايا مارشي. كما قلت هذا هو المارشي الوحيد اللي متواجد هنايا في هذا الحي هذا في هذا المكان. انتما كما كتشوفوا جرده كلها من الفوق، ومن التحت راه المارشي. انتما كتشوفوا يعني الدخله ديال المارشي هي هذه. طبعا حنا غادي ندخلوا اكيد طبيعه الحال المارشي، غندخلوا ونشوفوا كيفاش داير من التحت. لكن طبيعة الحال بعد ما نوريو كاع الناس اللي يلاه كيدخلوا دابا هاد اللايف يشوفوا من الفوق بعد الجردة عاد نهبطوا لتحت. كما كتشوفوا هذا أغرب مارشي يمكن لكم تشوفوه هنايا بكازا. كما كتشوفوا جردة كلها جردة من الفوق، انتما كتشوفوا الجردة يعني راه متلاصقة يعني مع الـ مع الـ مع الطريق. انتما دي كلها جردة، ولكن لتحت من هاد الجردة هادي كاين مارشي، والوحيد اللي متواجد هنا بالحي هاد المارشي هذا. بالنسبه للناس اللي التحقوا بنا دابا، حنا نتواجدوا مباشره من مدينه الدار البيضاء. اغرب مارشي يمكن لكم تشوفوه هو هذا، من الفوق جرده ومن التحت كاين مارشي. مارشي جاي من تحت الجرده، فالانسان يعني يقدر انت راه تكون يعني جالس هنا في الجرده وما عارفش بلي من تحت منك كاين مارشي. انتما دابا حنا غادي ندخلوا دابا للمارشي ونكتشفوا كيف داير من الداخل. انتوما هادو هما الدروج ديال المارشي، هذا هو الشارع من هنا، ها المارشي من هنايا. بغيت تدخلوا تشوفوا المارشي، تهبط مع الدروج وتدخل مع المارشي. ها انتوما الجردة خليناها الفوق، والمارشي هو هذا. دخلوا نكتشفوا المارشي كيف داير. هذا هو المارشي كما كتشوفوا، راه يعني راه فيه كل شيء، مارشي كبير. كما كتشوفوا راه مارشي كبير، كاين البلاصه ديال الموالين الخضراء، كاين البلاصه ديال الاسماك، حوت كيف ما كتشوفوا دابا راه كبير يعني المارشي كاين. فراه عنده هاد المارشي هذا راه عنده يعني كيف ما قلت ثلاثه ديال البيبان، اربعه ديال البيبان عفوا، راه كاينه انتما تشوفوا. نسدو من هنايا، سادين من الجهه اللي من هنا، فناخذوا الباب الثاني. كما كتشوفوا المارشي يعني راه كبير. هاد المارشي سميتو سوق المركبه، يا الخرجه ديالو من الجهه اللي من هنا.
كيف ما كتشوفوا ورحنا خلينا الجردة كاينة من الفوق. هنا هبطنا مع الباب الثاني. كما كتشوفوا هنا غادي ندورو على المارشي من الجهة الأخرى. هذا هو انتما غادي نولي نطلعو تاني مع الجردة. ها هي الجردة هنا طلعنا ليها. كاين عاوتاني كما قلتها باب هنايا مع الأسف. هاد الباب يعني مسدود من هاد الجهة هادي. كما كتشوفوا هانتوما الجردة من الفوق ومارشي من تحت. هذا اغرب مارشي صراحه. مارشي زعما زوين يعني. المارشي راه في كل شيء كبير من الداخل في ومنظم صراحه. هذا من اكثر المارشيات اللي شفتهم منظمين هنا في كازا صراحه. قلال فاش نلقاو شي مارشي منظم. هذا صراحه يعني منظم كتلقى يعني هو يعني متوسط ما كبير ثم صغير. يعني كما شفتوا تلقاو الممر ديال اصحاب الحوت يعني خاص بوحدهم. الممر ديال يعني ديال الخضره بوحدو وهداك الشيء منظم وبيناتهم يعني متفاهمين. يعني واحد المارشي اللي زوين هنايا كاين كما كتشوفوا. وهذه واحد الضيفه. هذه هي ضيفه هنايا. ضيفه في هاد الجرده ديال المارشي. سلام اهلا. اجي 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 فين غادي؟ غادي كتجول هادي هنايا في المارشي. طبيعة الحال كتقلب على راسها. كيعطيوها صحاب الحوت. راه فيها الناس القطة هادي. اهلا فيك الناس. فاقي من الناس. هضري شي تفتح عينيها. فكنشكر كاع الناس اللي كيشاهدونا في هاد اللحظات هادي. وعلى امل باذن الله ان نلتقي بهم ومعاهم في بث اخر بحول الله. مابقى ليا غير نقول لكم نهاركم مبروك. نتلاقاو في بث اخر.